شو؟ لا شو بدك تاخذ مليون؟ بدي اخذ؟ ماما لا تبكي، شو بك؟ نعم؟ ايه بعيش بوحدة عادي، المهم جيب الايفون. مرحبا، هلا باخر فترة كثير منتشر موضوع انه بدي بيع كريتي وجيب كذا، بدي بيع كريتي واشتري موبايل، هذا الموبايل ايفون 12 حقه حق كريتي، فنزلنا احنا على الشارع تحدينا العالم يدقوا لاهلهم للام يعني اذا فيهم يقولوا لها بنبيع كريتي، بدي بيع كريتي وانا متعرف على دكتور هلا بده يشتري كريتي ب 3 مليون ونص، بدنا نشوف ردة فعل الاهل، بيعصبوا ولا بيقولوا له بيع ظبط الامور، وانتم قولوا لنا اذا اتصلتوا باهلكم وقلتوا لهم بدنا نبيع الكلية، شو بيكون ردة فعلهم؟ تعليقات يعني وصح، اشتركوا بالقناة، اعملوا سبسكرايب هي نفسها اشتركوا بالقناة ما بعرف ليش عم اتفلسف انا حطوا لايك للفيديو اذا عجبكم باي الو مرحبا الو كيفك ماما تمام ماشي الحال لكن شفت الايفون قلت لك عنه بدك تشتري لي اياه عفاف قلت لي لا ايه دبرت دكتوره ورح بيع كريتي واشتري ما بسمعك ماما دبرت دكتوره شفتها يعني انا هلا ايه رح بيع كريتي واشتري مين بعت لك الهنا يا ماما حدا بيحكي لي تماما انا بيات الدكتوره يعني حددت موعد لا ماما بس فيني احكي معها فيني ماما مرحبا اهلا انا السكرتير تبع الدكتوره احنا اتفقنا مع بنتك انه ناخذ لها الكليه ب 3 مليون ونص مشان عندها شغلات تشتريها يعني فحصنا الكليه رحنا للكليه خلنج الحمد لله الله يفق لا والله لا اعوذ بالله شو الحكي يعني طب 5 مليون طب 5 مليون شو رايك ولا بكل طب نحن يعني عدم مؤاخذه عملنا فحوصات ودفعنا مصاري يعني لا طب اذا بدك يعني بناخذ هي بنعمل سكره بالثانيه لا كيف يعني بنعمل لكم سكره بالثانيه بناخذ هي ب 3 مليون تايم يعني خلاص باربع لا 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 وين انا اعطيني اياها طب قلني انا ما بدي اشتري طيب ماما اشتري خلص مش الحال حجزت يعني لا صراحه عدم مؤاخذه ها تغضب علي والله نحن عجبتنا هي الكليه يعني مو مشان شيء نحن لكن بيعمل لي سكره بالثانيه نعم؟ ايه بعيش بوحدة عادي المهم جيب الايفون لا ماما لا اعطيك مرحبا لكن احنا عم نصور مع بنتك بالشارع مقلب يعني اتصلنا فيها حكينا معه وقلنا لها تتصل فيك تقول لي بدها تبيع كريتها طب خليها تبيع كريتها 4 مليون ونص يعني ماما ايفون يعني لا تواخذيني امزح معك اهلا وسهلا اهلين شكرا كثير لك يلا باي ماما هلا كل اللي طلعوا معنا يا حرام الامهات يعني بهدلوهم يعملوا عم يقولوا انه بيعوا عادي امك قالت لك لا فخايفين عليكي والله وجهي يا سالة شو يعني خايف عليكي امي وجهي يا سالة اكيد ما بكسر كلمه لا ما خلص يعني خلص لا يعني لا طب سته شباب ما في وجه كلتي هاي بعد ما بدها ترد شو قصتكم ما حدا عم يرد عليكم يوم يا الله الو ايه ماما ايه كيفك شو بدي اقول لك الحمد لله لك انا هلا عند دكتور اشرف شو بدي لك اللهم صل على النبي سالته عم بساله على الكليه وكذا الاسعار والهي 8 مليون حق الكليه شو رايك بي خلينا نطق السفره شو ما عم خبي اسمي بس عم بقول لك سفره يعني منيحه 8 مليون امي ما عم خبص لك منيحه هلا الدكتور ليكو معي يعني عم بساله شو الاسعار كذا تفقد يعني الطحال الكبد يعني الاغلى منبيعه بتعرفي شو الترتيب؟ شو اللي عند الرعنات؟ في مجال احكي معنا لو سمحت. خير خير احكي. مرحبا. امي اسمعي اسمعي شوي لعنات مرحبا. صلي على النبي. معك الدكتور اشرف شريفي نحن يعني جابني ابنك لعندي على العياده طبعا ونحن قلنا له يعني حق الكليه هلا 7.5 حسيته انه كليته نظيفه بيشرب مت الشاب قلنا له 8 مليون استبينا فشو يعني نعمل له العمليه ولا ما نعملها؟ شو نعمل؟ نعمل له العمليه لا ناخذ الكليه ب 8 مليون ولا ما ناخذها؟ لا شو بدك تاخذ مليون؟ بدي اخذ انا ما بحب اخذ الا بالحلال يعني انا هيك تصدق والله خالي ما بحب لا لا خذ 8 مليون انت واتركه للوضع خلص معناتها حجي جيب لنا 8 مليون وخالصين احنا خلص تمام امي ماما استني وينك الو لك نحن بمقابله تبع نيودوس طالعين عم نمزح بس قالوا لي انه ديف تبع نيودوس بس قالوا انه تحدي قالوا تحدي انه مشان عم نمزح معك خالي انه لا لامك قال لنا نبيع الكليه اساس انا دكتور وكذا والله ما بدي اخذ منه شيء صلي على النبي يلا ماشي بالنسبه طحال شو الوضع
خد كل شيء. ليك الحجة وين دغري حقات لك 8 مليون وحل عنه. اه ايه 8 مليون. الله يستر. مرحبا ماما. ماما تعرفت انا هلا على دكتور فقال لي انه ببيع كل بدي بيع كلتي ب 8 مليون بتوافقي؟ شو عم تحكي لي؟ ماما لا تبكي شبك. عم تحكي لك لا لا لك مو صاير شيء. شو رايك انت بالموضوع؟ طيب خالته لي احنا ليكي بس يعني احنا يعني هي اجت سالتنا عن موضوع الكليات عرفتي؟ انا الدكتور معك اشرف شريف عياتي هون بابتو ما قالت لي انه بدها تبيع الكليه 3 مليون. قلت له الله يسامحك شو 3 مليون؟ 8 مليون ناخذها منها. فشو رايك ناخذها ولا يعني ما بعرف؟ لا لا نحن فحصنا الكليه والله خلنج يعني الحمد لله. خلاص هبه ما بدنا نبيع خلاص. عندنا يا هبه يعني ما كنا اشترينا ولا كنا عملنا. شو العالم يا زلمه؟ ماما هذا مقلب. سكري عملت هون. لا لا خليك. الو لك هذا مقلب شو بك؟ مرحبا بنتك عم تصور معنا. احنا موقع الكتروني بنصور مقابلات مع العالم فعم نصور معها مقلب هيك صغير انه تتصل فيكي وتقول لك بدك تبيع كليتها. اهلين امي. اهلين خلينا اياك شكرا. اي شفتي ما في توت يعني. شو دانا؟ عفوا هبه مين دانا؟ انت دانا؟ ايه هبه شو بنا؟ شو؟ ليش دمعتي؟ اجباري ماما عم تبكي. والله بكيها؟ قلت لي حما والله انا اسف ماما عم نمزح معك خالته. والله اعتذرينا منها بس خلاص اوكي. طب 9 مليون شو الوضع؟ خلاص لا شكرا كثير لك. لا يعني لا باي. والله اعتذرينا منها. بدك تتصلي بامك تقولي لها انك انت تمام فيتك عرفتك على دكتور رحتي لعنده تمام بدك تبرعي بكليتك ب 3 مليون ليره بدك تشتري فيها قصص ثياب بدك تسجلي بجامعه خاصه هيك شغلات عرفتي؟ اذا بدك خليها تحكي مع الدكتور. الدكتور انا اشرف شريفي عرفتي؟ بدك تفتح السبيكر ها؟ ليكي بدك تمثلي مو لا تكربجي. لا ما بدي. خلص نبيع الكليه اذا استبينا بناخذها يعني ما بنمزح. خلص هيك. تعرفت على دكتور وقال لي انه اذا بعت كليتي بيعطيني 3 مليون فشو رايك تحكي مع الدكتور؟ ولا الدكتور ليك لا تتمسخري. لا عم بحكي عن جد. عم بحكي عن جد والله. عم بحكي عن جد. اذا عن ليش احنا على شو مضطره تبيع شرب مايتك؟ طب احكي انت معه. مرحبا ليك قد ايه انا معصبه هلا. مرحبا اهلين كيفك؟ مو منيحه ابدا. طب خلص بس صيري منيحه بنحكي معك خلص شكرا. بنتي مو منيحه. طب امي تعال. امي استخدمت امي 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 اسمعي شوي يا امي. شو هو هذا؟ بس مقلب يعني بس ما بدي اسمع شو بدها تحكي. خلص وفي وفي هون. اذا امك شافت المقابله مرحبا خالد. احنا بنعمل مقلب عرفتي؟ فيكي مقلب وانا ما خطفت ولا ربت. مو انا الدكتور هذا الدكتور هذا المصور يعني. شكرا كثير لكم. وقت تبيع كليتك وقت تفكر يعني. سبينا والله سبينا. الو كيفك ماما؟ امي ليكي انا هلا مجتمع مع دكتور اسمه اشرف شريفي بدي بيع كليتي. نعم بدي بيعها ب 3 مليون ونص مشان ظبط اموري. عندي سفره ما سفره والله. ايه شو رايك؟ نعم لك شو لا اتبار؟ اصلي عم احكي ليك الدكتور واقف جنبي عم تواصل وياه بالساعه. اه الدكتور هو هلا واقف مع الدكتور. لا في نجي نحكي معه معلش لو سمحت. تحكي معه امي تحكي معه. الابو صافي اشرف منه. تحكي معه. لا شكرا ما بدي. خيخت وخي احكي معه. مرحبا معك الدكتور اشرف شريفي انا دكتور كلاوي وهالشغلات. المهم نحن اجتمعنا مع ابنك وبدنا ناخذ له كليته يعني في عنده كليه اليمين خلنج الحمد لله ناخذ لها ب 3 مليون ونص. توافقي على الموضوع ولا شو بتحسيها رخيصه؟ بدنا نتفاصل نحن يعني. عم تفكري بالموضوع؟ شو امي؟ والله عرفها حالك ولا شو؟ لا دكتور اشرف شريفي بدنا ناخذ الكليه يعني عن جد نحن مفكرتيني عم نمزح بس ابنك عم ياخذ الموضوع ضحك انا بدي اشتغل يعني. ايه امي
امي امي انا عامل مقابله مع قناه نيو دوس. عم صور ابنك؟ عم يصورونا. عامل مقابله عم يبيعوا كليتي. ايه بابا دخل مقابله مع قناه نيو دوس. والله ما بدنا نبيع الكلي. عم يمزح معه؟ عم يمزح معي. ما قلها بابا. ضبك يلا ضبك غير الكاميرات. الو امي. هلا انا واقف انا والدكتور. الو ايه بده ياخذ كليتي ويدفع لي 9 مليون. 8 مليون حبيبي. 8 مليون. ايه و8 مليون. ايه خالتي ما بدنا نبيع له اياها. جابت له 8 مليون منيحه. هاي الدكتور واقف معنا. الدكتور واقف معنا هلا انه وقفت معه عم اساله. الو ايه معه. ايه هلا شو؟ شو؟ الدكتور دفع لي 8 مليون. 8 مليون بالكليه تبعي. ايه شو مبيعه؟ مبيعه؟ لا ما بنبيع. ليه؟ خليني احكي معك. طيب خليني احكي مع الدكتور. مرحبا. الو. مرحبا. الو ايه. معك الدكتور اشرف شريفي هون عيادتي انا بباب توما يعني هون. فاجر عندي ابنك قال بدي ابيع كريتو بدي اشتري ميتور ريكس مدري شو. قال لي فقلت له 8 مليون يعني والله فت له السوق كله يعني هي الاسعار هلا. فبناخذها ب 8 مليون شو رايك يعني؟ لا ما بنبيع. طب والله متفاصل معه من الصبح وعملنا له فحوصات كذا طلعت كريتو خلنج يعني اليمين اليسار شوي فيها. فشو يعني؟ ايه خالتي ما بده خلينا نبيعها. لا ما بنبيعها. والله عظيم بقى اجى عندي واحد يعني اخذتنا عنده طلاق حال 200 الف. فوالله 8 مليون دافع سعر منيح. سعر منيح سعر منيح سعر منيح سعر منيح سعر منيح. اه برا انت ما تبرع. بيع انا بيع. ما عندي التنتين مضروبين. شو وضعك انت؟ انا التنتين مضروبين. هلا ليك انا ليش حطيت كريتي على يعني عيني على كريت ابنك لانه اشقراني عرفتي بتيجي كريتو نظيفه وهيك كذا. شو بناخذ ولا شو يعني؟ احنا بس هيك نتصل و ناخذ رايك اذا انت موافقه. هلا بنعمل له نفك له اياها. ماني موافقه. ما هيك موافقه. طب من 10 مليون ولا 10 ولا 100. طب 110 مليون. 110 ولا 100. كليتو خلنج ما بدك. شو بنعمل لك كليتو خلنج؟ هات بركي بقناه كليتو خلنج. كليتو خلنج ابنك ولا 100. لك كليتو خلنج يعني منيحه. 8 مليون يوم باع اعطاكي فيها السعر كثير مناسبه مع عبده. قالتوا اسعار الكليات عم تنزل هلا يعني والله امبارح يعني كانت 10 يعني اليوم خلي بايدك مصاري احسن من كليه. مزبوط. بجوز يعني بجوز الكليه بعد كم شهر تنضرب. هلا اذا انضربت تاجر اعضاء الزلمه ولا شغله. لا 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 ايه عم نساوي مقلب. عم نساوي فيكي مقلب يا معبد. يلا يلا جيبوا لي قهوه. روحي بدي قهوه. اسمع انت بس سؤال فني انت ايه. كنت تشتغل بهالشغله شيء؟ ايه ليش؟ خرج عم يبيع عرفت عم ياخذ يعطي. هلا اعتبر عندك كليه بكره اذا انضربت ما بدك وحده جديده بين ما تكون انت بيع وقابض حق او حاطط حق بجيبك. اذا انضربت معك حق وحده انه هي حذر شو غيار اشطمان تبع. كيفك اسا؟ تمام. شو اخبارك؟ الحمد لله. ليك ليول بدي ناقشك بموضوع ابي عن عبالي هيك من فتره. كنا ماشيين هون تعرفت على دكتور فعرض علي بكل كلية 3 مليون ونص. نعم. كل كلية 3 مليون ونص وتكاليف جراحية عليه. كثير قليل. كثير قليل؟ هلا قصة بجيبه إذا بدك بفاصل وقديش يعني ب مش أقل من 40؟ طبعا. نصرف على العيلة كلها؟ يعني شو جاب على بالك قصة؟ لك هو وقفني قال لي بتبيع الكلية ب 3 ونص مضطرين على كلية. مضطرين على كلية لخلي كلية. ليكو هذا هو مارق. أقل من 40 مليون. مرحبا. هذا هو ليلى. مرحبا. معك الدكتور اشرف شريفي. يعني موضوع الكليه ب 40 مليون التغى هلا عرفتي؟ 40 مليون حوالي. طب هلا نحن يعني هلا نحن فحصناه الكليه عنده كليه مضروبه وكليه خلنج بدنا ناخذ الخلنج 3 مليون ونص يعني بنعمل لكم سكره بالثانيه بس انه عرفتي؟ هلا بس اساسا هي بدها تحاليل التطابق. يعني انت موافقه ما بيأثر؟ هلا ليش مستغنين عني بهالشكل هاي انتم؟ نحن اكيد ما لنا موافقين. عم فاصليني طيب. طيب احذري شو احذري شو؟ 10 مليون على الكليه الخلنج والثانيه والله ما فيني يعني ما بتوفي معي 7 مليون ونص وخالصين. هلا قلت رفقات اخي بحكي جد لو سمحت بس يعني نتناقش بالموضوع جد يعني شو 10 بنقبل؟ يا سامر تمام تقطونا. مرحبا. بس نحن عم نصور مع اخوكي. نحن نيو دوز عم نصور مع اخوكي تمام. فقلنا له بس هيك دق لحدا من اهلك قول له بدك تبيع كريتك تمام. فانت وافقتي والله انت وافقتي انت طيب.
عم نمزح معك، شكرا كثير لك. صير صير شريف صير عندي. والله 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 انا زعلت عليك هون الزلمه. امه ما ردت عليه، حكينا مع اخته ما قالت له، قالت له انه والله 40 مليون يعني لو حكينا 40 مليون كانت اجت هي اشتغلت العمليه. طيب قديش تدفعوا؟ استغلت على الكليه. تحياتي، نشكر قناه نيودوز. وجهها هي، هي ما سالت عنك يعني اطلق الكليه راح يعني. انا ما بعرف شو بدي اقول لكم بس عن جد انتوا ليش طلعنا على هالطريق؟ كلياتنا على هالطريق. لا تامن بحدا شريك والله. هذا اخوي نفتح سبيكر. هذا ابو علي فاضح. الو انا مع الدكتور. كيفك يا اخوي؟ الو حبيب قلبي. خيو والله مشتاق له. انا واقف هلا حاليا مع دكتور، دكتور داخليه جراحه داخليه. بدي بيع، بدي بيع كليتي لانه ما معتز مصاري بصراحه ودفع لي 15 مليون. بدي بيع بصراحه. ايه بدي بيع بصراحه. ليش دفعت مصاري ما؟ والله ما معي يمكن 500 ليره بجيبتي. لا انا ببيع كليتي. شو؟ انا ببيع كليتي حبيبي. انا ببيع كليتي. لا بدي بيع كليتي. انا شو بدي بيع كليتك انت يا ابن الهلا؟ ببيع كليتك لك انا احولهم من النور وانا ببيع كليتي واحول لك النور. يعني بنبيع مع بعض؟ لاني معي جيبك انا 250. لك الدكتور، الدكتور جنبي، الدكتور جنبي يعني ولازمه كم كلية بصراحة. هلا نحن كنا يعني ما بعرف هو اخوك ورفيقك قاعد بيتصل مع حدا يعني ياخذ يعني مشورة تبعه او شيء. تمام نحن هون عندنا عيادة بابتو ما يعني عيادة داخلية. تمام فاجا لعنا قال بده يبيع كليته، فحصنا الكلية طلعت الحمد لله ظريفة وامورها تمام صحية يعني، فبدنا ناخذ نحن الكلية اليمين. فانت يعني ما بعرف هو كان بده ياخذ رأيك، فنحن اعطيناه 15 مليون بس الموضوع بيناتنا يعني لا تجيب سيرة لحدا. فشو رايك بالسعر؟ والله معلم اذا بتعطوه 100 مليون ولا الدنيا وخليه يبيع على اخوي، هذا اخوي الصغير. طب يعني ليه ليه؟ هلا ليك واحد بكليه واحده بيقدر يعني، يعني بيقدر يعيش اموره قاطع يعني. ليش تبيع انا كليتي بكيلو لانه اخوي بعد كليتي؟ تمام كمان كليتي. هلا انت تشرب متي كثير كذا قهوه مشان نعرف ناخذ التفاصيل؟ لا انا 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 بسافر عشان بكره وخذ كليتي عادي. طيب لانه نحن يعني هلا نحن نستفسر على الكليه، كليته كثير تمام لانه معناتها بدك اخرنا بكره 14 يعني ونص والله بنعطيك فيها يعني. إيه هو هلا ليك هلا فورا بده يعطيني هلا فورا شندي عرفت شو؟ 15. انا بكره الصبح بسافر لعندك، هلا بالليل بسافر خيوم. شو بدك انت احمد؟ انا بقول لك شو رايك خلص؟ اصلي اصلي يا ابو علي اخوي ليك هي الكاميرا، هي الكاميرا الخفيه مع نيودوز. شو هلا ابو علي هذا الوحش؟ شفت؟ لك هي شو هلا ابو علي الوحش؟ هي اجاك بدل الكليه كليتين لك دكتور. والله العظيم وينها؟ يعني جنينه لولد بالجنية 15 بعناها ب 45 والله عملنا سبوبه حلوه. 145 يا اخي بنعيش. انا بس انت هيك عم تعمل العالم؟ وانا هيك والله ابو علي كان بدي بيع له الكليه مشانه، فخلوا رفقاتكم مثل ابو علي او اخواتكم مثل ابو علي. احلى شباب وجه له رساله ابو علي. احلى ابو علي بغيابك وبحضورك ودخيل رب كليتك. احلى بو بالعالم. احلى زلمه حبيبي شكرا. الو الو امي كيفك؟ هلا شو الاخبار؟ الحمد لله. ليك ايه؟ في جاني دكتور بده يشتري الكليه تبعتي ب 3 مليون ونص. ايه شو رايك؟ لك هلا عشان بهدلتينا. مش عم تقلي هيك؟ ايه 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 شو؟ ايه روح بيعها. بيعها؟ موافقه يعني؟ ايه قد ايه؟ بيعها كلها ب 3 مليون. رخص له يعني للزلمه بيستاهل ادمي. ايه ماشي. وين انت هلا؟ بالشامع ومقابلة على التلفزيون وبهدلتينا. اه صحيح. شو وينك؟ والله حكاية مع المعشر. مرحبا. هلا نحن عم نصور مع ابنك هيك قلنا له اتصل بحدا من اهلك قال له بدك تبيع كليتك انه مقلب يعني. عم طلعتي موافقة على الموضوع. ايه عادي خلص ما بيأثر عادي. ماشي هلا بحكيك بعد شوي باكل بهدلة. ماشي طبعا نحن هون هلا هلا مضطرين كثير مضطرين نحط لها غنية لماذا نحن هنا. لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب سؤال صعب سؤال يراودني. هيك كان تحدي اليوم. طبعا شفتوا خلينا العالم يتصلوا باهله يقولوا لهم نبيع الكلية. شفتوا انتوا ردود الافعال شي سب شي قال بيع. في واحدة تفاصلت معي يعني في طلع معنا تاشر اعضاء هون ما بعرف صاير تفاصل مع العالم. المهم اذا عجبتكم الحلقة حطوا لايك اشتركوا بالقناة وهيك اعطونا تحديات للحلقة الجاية نعملهم بالعالم اذا حابين يعني. واذا منعيد منكرر يعني بالتعليقات قلونا اذا اتصلتوا باهلكم قلتوا لهم نبيع الكلية شو بكون الوضع؟ بيقولكم بيعوا ولا؟ والله هو الايفون 12 حلو يعني بالله حواليك شيك